الاهتمام بالأيتام بتوفير دور رعاية وكل سبل العيش الكريم، بالإضافة إلى منحهم حقوقهم كمواطنين، سمة من سمات العمل الخيري والتطوعي لدولة الكويت. تحرص الدولة وجمعية كيان بنفس الخط مع العائلة طبعاً على متابعة الأبناء في الطفولة وما بعد مرحلة الطفولة وفي حياتهم الدراسية، ونتطلع جميعاً أن تليها العائلية والمهنية، وتهتم جمعية كيان بتنظيم برنامج تثقيفي يحتوي على دورات لسيكولوجية الطفل ودورات للوالدية الفعالة، ونطمح لإنشاء خط ساخن للاستشارات الأسرية في المستقبل. عملنا كجمعية كيان في أوساط أطفال أبناء الرعاية ينقسم إلى شقين، شق يتعلق بالأطفال داخل الدور، عندنا فريق تطوعي قديم يعمل داخل هذه الدور وينظم البرامج سواء من خلال المكتبة اللي احنا نديرها لهم أو من خلال أنشطة مثل إلحاقهم في بعض الدورات، مثل الخروج فيهم في رحلات، مثل إشراكهم في بعض البرامج الخارجية. من ناحية ثانية شغلنا يتعلق بالأسر الحاضنة، وهي الأسر اللي تأخذ هؤلاء الأطفال تحتضنهم في بيوتها وتربيهم كأحد أبنائها. يوم اليتيم العربي تذكير بهذه الفئة الغالية التي ذكرت في 33 موضعا بالقرآن الكريم، وتركيز على أهمية رعايتهم وكفالتهم. اليتيم هو في قلب كل بيت، وكنت أتمنى يعني كل بيت يحتوي له يتيم، لأن له شرف كبير في الآخرة قبل الدنيا، فسبحان الله هو يطرح البركة في كل مكان. فأتمنى من كل أسرة تحتضن يتيم يكون اهتمامها الأول والأخير تعليمه وثقتها بنفسه أكثر من أي شيء ثاني. جمعية كيان للرعاية الأسرية تقدم كافة الدعم للأطفال داخل دور الرعاية من خلال دورات تدريبية ورحلات وإشراكهم بأعمال تطوعية، بالإضافة إلى احتضانهم من خلال الأسر الحاضنة. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.